بصوا يا جدعان، نزلت السوبر ماركت النهارده اجيب اندومي كوري، بس ما لقيتش اندومي كوري، بس الراجل اداني حاجه تانية قال لي شبهها. بصوا اهي، مش عارف هي شكلها غريب قوي، شكلها ما يطمنش الصراحه. بصوا ان هو شكلها عامل ازاي، هي شكلها اندومي كوري بس مش كوري الصراحه، مش شكل كوري خالص، هي شكلها مصري. ده الكلام حتى بالعربي يعني. بصوا مكتوب هنا برضو تصفي الميه من تصفي الاندومي من الميه. مش عارف الصراحه شكلها غريب يا جدعان، اللي دقها قبل كده دي او اللي يعرف اي حاجه عنها يقول لنا في الكومنتات. تعالوا نجربوها. تعالوا يا جدعان كده بقى نولعه على الميه. بصوا انا قعدت ادور على اصغر الكسرونه عندي اولع فيها. بصوا الكسرونه قد ايه، انا مليتها ميه بقى لان كده كده هنصفوها. بصوا بعدين الاندومي كمان قد ايه، يعني قد كف ايدي بالظبط، اصغر كمان اهي. هو ده حجمها الطبيعي بالظبط. الميه غلت كده يا جدعان، ادفع الميه واحط بقى ايه الاندومي. شكلها عامل ازاي؟ شوف المحتوى اللي معاها بقى، الاندومي شبه ايدي قد ايدي بالظبط، شبه ما قلتلكوا. دي تتحط هنا كده، بصوا على ايه، التبريدات عادية يعني، مش عارف. تعالوا نجرب نطصها كده. هغطي عليها بقى ايه شبه ما كانت، سيبها كده بقى ايه 10 دقايق بس كده يا جدعان. بعد ما عدى 10 دقايق تعالوا نشوفوها. لا يا جدعان انا اكيد بهزر يعني، ما سبتهاش 10 دقايق، ده هي دقيقه بس كده. جبت المصفى بقى عشان نصفوها. طبعا يا جدعان انا لو حلفت لكم ان المصفى دي امي بتصفي بيها الكبده مش هتصدقوا. مش كوري خالص الصراحه يا جدعان. وجبنا الطبق الشاي بتاعنا طبعا بقى، احنا مش عايزين الميه دي خلاص في حاجه، فايه نرميها هنا هناك. ايه هنا هناك، حلوة هنا هناك دي. بس الكمبيوتر بتاعي تعالوا نكب الاندومي. دي كوري يا الزمن، اتحشرت. فين المتبلات اهي؟ ده عم ما تاخدوش بالكم العك اللي بيحصل ده. يلا يلا في دمار. حاولت الاندومي كوري فشلت مضروبة. ربنا يستر يا جدعان، هقلبها طيب. وبس كده يا جدعان، بعد ما اديتها التقليبه الشابه اهو ده شكلها يا جدعان. ريحتها بالظبط كده، بالظبط ريحتها شبه الاندومي الكوري. انت مش عارف طعمها بقى كده ولا ايه، انا ماليش في الشط قوي يا جدعان، بس ايه تعالوا نجربوها. وبس كده بقى يا جدعان تعالوا ايه نجربوها. شكلها غريب برضو. بصوا يا جدعان، نسخه من الاندومي الكوري، نسخه منها. تعالوا نجربوها كده بسم الله. حامي قوي وطعمها وحش قوي الصراحه ده، ما انصحش حد يجيبها الا وانت بتحب الحامي. مش خالص الحامي ده، ما ينفعش حد يجيبها خالص يا جدعان. بعد ما خلصنا الاندومي كانت تجربة وحشة قوي يا جدعان الصراحة، ما تنساش حد يجيبها. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين اجرب ايه تاني.